ليكم جميعا ثنية زينة دقيقة توصل في الوقت بإذن الله، وإن شاء الله رب يكون في عونكم الناس اللي قاعدين تخدموا في الدار وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحيات حلومة زميتا في الإخراج والإخراج الرقمي، من وراء الميكرو يوصلكم صوت حازم أبو شيبة. خلينا نعملوا طلة على أبرز عناوين صحفنا الوطنية. تقريبا اجتمعوا الكل على فتح معبر راس جدير اللي باش تدعم علاقات التعاون بين تونس وليبيا. فوالا هذا العنوان اللي باش نستهل به الحقيقه مع الصحافه اليوم اللي اختارت زاد انها تعنون لاين نتاعها اعاده فتح معبر راس جدير ستدعم علاقه التعاون بين تونس وليبيا. باش نرجع شوي اخر باكثر تفاصيل حول هذا المقال. نرجع شويه كذلك على اخبارنا الوطنيه قبل ما نمروا الى الاخبار العالميه، وزلنا متواصلين مع الصحافه انطلاق نقاش النظام الداخلي لمجلس فوالا الاقاليم والجهاد استنادا إلى الدستور واستئناسا بالنظام الداخلي للبرلمان. هذا تلقاه في الصفحة الثالثة تقريبا. دورة المراقبة البكالوريا 2024، دورة الأبطال، دورة التدارك، إن شاء الله ربي ينجحكم، هي فرحة مؤجلة، إن شاء الله ربي ينجحكم الكل. أكيد قليب باش تسلكوها، وأكيد كلنا تعدينا بدورة الأبطال، ما فماش واحد فينا ملي قاعد سوا يسمع ولا أحلام ولا أنا ولا أحلام مرة أخرى، ما هو ما تعدش بها دورة الأبطال الحقيقة، لازم هذيك. أكثر من 41,000 في تلميذ يجتازوا المناظرة، إن شاء الله ربي يوفقكم. هذا تلقاه في الصحافة في صفحتها السابعة، وكذلك باقي الأخبار العالمية. من بينها اخترت أنه نحكيه زاد اليوم على دوافع تصويت الفرنسيين وتداعياته عليهم وعلى غيرهم، زاد عن عجز العقل الفرنسي وارتباكه، هذا اللي قالته الصحافة اليوم. كذلك باش نرجع نحكيه عليه المقال بأكثر تفاصيل. نواصلوا مع الشروق اللي اختارت زاد أنها تحكي على فتح معبر راس جدير مع الاتجاه نحو فتح معبرين إضافيين بين تونس وليبيا، هذا زاد اختارت أنها تحكي عليه في صفحتها العاشرة. نرجع شوية زاد على الأخبار الوطنية. الحي الشعبي المنيشية بالقيروان 50,000 ساكن في سجن مفتوح، شنية الحكاية؟ هذا من بين تحقيقات الشروق في صفحتها 16، تتواصل معكم حتى للصفحة 17. فيما يخص متابعات باقي الأخبار المتفرقة، البارح شفنا خبر، نشوفوا شنو هي حكايته بالضبط في الصفحة 18 من الشروق بشبهة تبييض الأموال إدراج لطفي المرايحي بالتفتيش. كذلك نمر إلى الصفحة 13، تفكيك الوحدات الملوثة بجابس بقرار حكومي، 7 سنوات من المماطلة والتسويف. نرجع معاكم إلى الصفحة 18، نفس الصفحة تلقوا فيها شبهة تبييض الأموال. نرجع إلى بعد حجز 35,000 قرص مخدر و 1050 صفيحة من الزطلة، أسرار إفشال أكبر صفقة لإختار عصابة دولية، هذا في الصفحة 18. في ما يخص الأخبار زد الوطنية نمشي المنوبة. الحقيقة الخبر زين وخبر يوجع برشا. اغتصب طفلة 5 سنوات السجن لصاحب كتاب عشوائية، صفحة 18. نرجع له بباقي تفاصيل الحقيقة بعد شوية. الخبر هذا زادة يوجع برشا الخبر. نمر إلى الصباح في عددها الصادر بتاريخ 3 جويلية 2024، كذلك عن ونت لايون متاحة كيما باقي تقريبا الصحف اللي اخترناهم انها تحكي على معبر راس جدير. بعد الافتتاح الرسمي معبر راس جدير يستأنف نشاطه وفما شروط لاستدامة فتحه. نرجع باقي تفاصيل طبعا من بعض الجرايد تلقاها في الصفحة الثانية. فيما يسألوا على اللافسيير فيما يخص تشمل خدمات السفر الوصول وجوازات السفر واللافسيير، اجراءات جديدة واستثنائية لفائدة 1,800,000 تونسي بالخارج، شنية الحكاية؟ هذا الخاص باخبار الصباح في الصفحة الثالثة. كذلك في الصفحة الرابعة نمرولها من خلال نتائج الجولة الأولى للانتخابات التشريعية بفرنسا، شنو هي الانعكاسات على الجالية التونسية والمهاجرين؟ هذا ناخذوه كناشنا إن شاء الله الموضوع بأكثر تفاصيل طبعا مع المحللين. نرجع شوية وطنيا، نرجع لمجلس الوطني للجهات والأقاليم. النواب يطالبوا بمنوال تنموي جديد يقطع مع سياسات التهميش والإقصاء، هذا في الصفحة الرابعة. فيما يخص
الصفحة 7 الأمين العام المساعد للأمم المتحدة اللي قال للصباح تونس على رأس جدول أعمالنا في كل لقاءاتنا بالجهات المانحة وسنواصل دعمها مستقبلا. هذا في الصفحة 7. فيما يخص زادة كذلك الصباح اختارت زادة أنها تحكي على دورة المراقبة والاختبارات الدورة هذه. فيما يخص الافتتاحية اليوم بقلم حياة السيب زميلتنا حياة السيب اختارت زادة أنها تحكي على العنوان اللي أبرز اليوم الإذاعات وإلا حتى الضجيج المجتمعي الإعلامي، الناس الكل تسأل على فرنسا وعلى اللي قاعد صاير. اختارت تعنون الافتتاحية وأدعوكم للقراءة: فرنسا هي التي في حاجة للمهاجرين. نرجع بعد نقرأ وشنو قالت حياة السيب بأكثر تفاصيل. فيما يخص أخبار الرياضة تتواصل معكم الصباح من الصفحة 14 حتى على امتداد 3 صفحات، يعني على امتداد 16 صفحة. أبرز عنوان باش نختاره من الأخبار الرياضية: بعد 21 سنة الملعب التونسي يستعيد الكأس ويعود للمسابقة الإفريقية. باقي الأخبار تلقوها معنا على الصفحة الرسمية راديو كابا فاما.